بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وكالعادة بنبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أهمها، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد انطلاق الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بانك بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه الاجتماعات كان بينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع أفريكسيم بانك، ويشارك فيها أكثر من 3000 شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، ده غير ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وصندوق النقد والبنك الدولي. امبارح كان في مداخلة مهمة للسيادة الرئيس خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. اتكلم فيها سيادته عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية علشان تكون قاعدة للانطلاق والتطوير. الرئيس ضرب مثال باللي حصل في مصر، وقال إن احنا صرفنا حوالي 500 مليار دولار علشان نطور البنية التحتية في السبع سنين اللي فاتوا. احنا بنتكلم على حلم إفريقيا بقالنا سنين طويلة، من سنين طويلة فاتت، وبنتكلم حتى على 2063 اللي هو يعني الأمل اللي احنا بنتمناه. وأنا هنا هتكلم من منظور مش بس الاقتصاد اللي انتوا اتكلمتوا عليه، من منظور الدولة. ازاي دولة تقدر تعمل ده؟ ازاي الكلام اللي بيتقال ونكرره كل سنة واتنين وفي كل مناسبة وما بيتحققش؟ ايه الفاصل ما بين الواقع اللي احنا عايزين نغيره وبين الرؤية التي ممكن أن تستشرف الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيقه؟ إيه هي؟ في إفريقيا، ومش بس في إفريقيا، وفي العالم كله. أنا دايما أقول إن المقارنات بتعطينا فرصة، إن إحنا المقارنات والبيانات تدينا فرصة على التعرف على الحقائق والاستنتاجات والأهداف. مثال، احنا عندنا في الدول العالم كله بنقول ان في اكتر 20 دولة في العالم اللي هم الاكثر الدول الغنية، دول العشرين. طب هو العالم كله كم دولة؟ 200 دولة؟ 190؟ 200 دولة؟ يعني 20% من دول العالم فقط اللي تستطيع من خلال قدرتها الاقتصادية والصناعية ومواردها حتى انها تتحط في المرتبة دي. طب بقية الدول تروح فين؟ بقيه الدول تروح فين؟ طب احنا، ده اول سؤال. انتوا اتكلمتوا على ان كورونا والازمه الاوكرانيه كانت كاشفه وابرزت تحديات وازمات لينا بالكامل ممكن نستفيد منها، صحيح. لكن انا هستفيد من حاجه من دي واقول لكم، يا ترى البنيه الاساسيه في القاره الافريقيه جاهزه انها تلبي الطموحات والامال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ أنا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية أو إيجاد بنية أساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتاجنا خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، وأنا مش مبالغ، أنا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، أنا هقولهم بالدولار، لكن تقريبا حوالي 400-500 مليار دولار. أنا بتكلم على دولة مساحتها مليون كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الأفريقية اللي فيها 30 مليون كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي انت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الأساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الأفريقية تتكلف كام وهيجوا منين؟ والكلام ده انا قلته من خمس سنين في المانيا، وقلت ان اذا كنتم عايزين تغيروا وجه القاره الافريقيه وتخلوها قاره قادره على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنيه اساسيه في القاره ديت. والبنيه الاساسيه، إن اتكلمت عن الطاقة الكهربية ما هي بنية أساسية، إن اتكلمت عن الطرق والسكك الحديدية ما هي بنية أساسية، إن اتكلمت عن موانئ ومطارات ما هي بنية أساسية. فبكام ومنين
ومين يقدر ينفق على ده؟ طب انتم كبنوك، انا كنت بتكلم على البنوك الاوروبيه في المرحله ديت، قلت البنوك الاوروبيه مستعديه تدي قروض بتكلفه ماليه رغم المخاطر العاليه في افريقيا بتكلفه ماليه قليله؟ ده كان كلامي لساعتهم وبستدعيه هنا. مستعدين تدوا قروض للدول الافريقيه عشان تعمل بنيه اساسيه باستثمارات ضخمه وعوايدها هتبان بعد كده. فمحدش، انا ارجع تاني اقول، اذا اول تحدي اتصور انه موجود هنا في قاراتنا الافريقيه هو ايجاد بنيه اساسيه قاريه، وانا قلت الكلام ده كتير وبكرره قدامكم هنا، في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والمعنيين عن الامل في افريقيا. حلم الناس، حلم الناس في افريقيا، البلد القاره اللي فيها اكبر نمو سكاني واكبر حجم من الشباب في قارات العالم بالكامل. اذا كنا بنتكلم على مليار ونص تقريبا، ونقول في 2050 هنصل ل 2.5 مليار او اكتر، احنا دلوقتي 1000 مليار 250 مليون نسمه. طب يا ترى الاحلام بتاعت الشباب دي هتتحقق ازاي واحنا مش قادرين؟ مش قادرين نروح، مش قادر اروح لاثيوبيا بالقطر، مش قادر اروح لكينيا بالقطر، مش قادر اروح لها بالطريق. مفيش طريق، مفيش سكه حديد، مفيش مواني تقدر توصلنا ببعضنا، مفيش خطوط طيران تقدر توصلنا ببعضنا. ايضا في نفس السياق تحدث سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الامن والاستقرار باعتبارهم اهم ركائز التنميه في افريقيا، وقال سيادته ان القطاع الخاص او المستثمر الاجنبي في اي دوله يحتاج الى الاستقرار والامن. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها، يا ترى الامن والاستقرار اللي موجود في دولنا هو يسمح بكده ولا لا؟ واحنا كنا لسه بنتكلم على، بنقول يا ترى المخاطر اللي موجوده في الدول في دولنا بتخلي الائتمان تكلفته قد ايه؟ عاليه ولا منخفضه؟ وبالتالي موضوع الامن والاستقرار، وبالمناسبه العنصرين اللي انا بتكلم فيهم دول في تقديري الشخصي ان هم الاساس والركيزه الاساسيه لاي تغيير مناسب للدول. ان ما حققتش الاستقرار والامن، لا في قطاع خاص ممكن يستثمر، ولا في قطاع اجنبي مستعد يجي يستثمر في البلد. يستثمر في بلد مش مطمن لها ازاي؟ يستثمر في بلد فيها عدم استقرار ازاي؟ ما فيش فيها امن ازاي؟ طيب الاستقرار والامن عشان يتحقق، يا ترى حلم الشعوب واملها وقدرة الدولة على تنفيذه، دي مشكلة أخرى. مشكلة أخرى إن الناس عايزة، واللي عايزاه قد تكون الدولة غير قادرة على تحقيقه، على الأقل في مزور زمني مناسب. فمحتاج زمن، مش محتاج إرادة، ومش محتاج خطط. لا، إزاي النهاردة تحقق الاستقرار والأمن للشعوب اللي هي بتحلم هي وشبابها على ان هي تحقق لها امال ولها طموحات؟ طب والامال والطموحات ديت قدره الدوله على تنفيذه قد ايه؟ انا قلت ال 200 دوله فيهم 20، يعني 10% دول اللي ممكن يبقى معاها. حققوا ازاي مش قضيتي دلوقتي، مش هتكلم فيها، لكن انا بتكلم على احنا فين؟ احنا نصنف من ال 200؟ كم مننا في قارتنا الافريقيه ضمن ال 20 دوله اللي احنا بنتكلم عليهم؟ احنا بنتكلم على اكثر من 55 دوله افريقيه. كم مننا من ال 20 دول؟ اذا الفكره كلها، عشان بس يبقى الكلام، يبقى المساهمه بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع في حضوركم هنا، حضوركم المهم، ان الاستقرار والامن اذا غاب عن دوله، اوعوا تطلبوا من الدولة دي انها تتقدم ابدا، لن تتقدم. وده الموضوع بقى ماليش دعوة هو جه ازاي، هي خطة، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، انا ماليش دعوة. انا في النهاية بقول ايه، الحالة اللي بتصنف فيها بلادنا استقرار او عدم استقرار، فيها استقرار يبقى في امل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش امل. محدش هيجي، محدش
ما حدش من بقول حتى القطاع الخاص اللي هم مواطني البلد، لو جيت قلت له تعمل مشروع عندك يقول لك لو كانت البلد مش مطمن لها اروح بلد تانية، دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. ارجع تاني اقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والامن. اتكلمت على التكامل وانا معاك فيه، والتكامل ده مش ارادة سياسية بس، لا ده فهم لقدراتنا المشتركة وقد ايه هي هتعود علينا بالنفع لينا كلنا لو احنا تكاملنا مع بعضنا مع دول الجوار ومع دول القارة بالكامل. انا في مصر وان كنتوا تصدقوني وانا بحلم برضو لافريقيا، والله انا بحلف. كمان امبارح كان في مجموعة مهمة من الاخبار زي الاجتماع اللي عمله دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية. كمان أيضا كان في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة واللي أعلنت إلغاء كافة القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى الأراضي المصرية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وآليات تنفيذ مخرجتها. وقال رئيس الوزراء إنه المنظومة دي هدفها رصد أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية والتأكد من التعامل الفوري معها، وقال لن نسمح بهذه الظاهرة مرة أخرى. وقال كمان إن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والعالم بأسره، ولن نتهاون مع أي أحد بيهدد أمننا الغذائي، وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر. امبارح أيضاً ترأست المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وده بهدف تذليل المعوقات والمشكلات اللي ممكن تواجه المستثمرين والشركات وإيجاد حلول ليها وتسويتها. وأكدت المهندسة رندا المنشاوي أنه تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات والاستفسارات من المستثمرين. امبارح برضو استمرت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب واللي بيعقد في شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المؤتمر شهد مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، ده غير وفود من المنظمات الدولية، وتم خلال الفعاليات مناقشة قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية. ايضا امبارح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو عن اطلاق النسخه الثالثه من منحه ناصر للقياده الدوليه واللي بيتم تقديمها السنه دي تحت شعار تعاون الجنوب جنوب وشباب عدم الانحياز، بيشارك فيها 150 شاب. تواصل، تدريب، استثمار للطاقات، تدعيم للروابط بين الشعوب، مفردة تختصر الهدف والفكرة من منحة ناصر للقيادة الدولية، والتي تأتي في إطار حرص من القيادة السياسية على تعزيز دور الشباب محليا ودوليا. وفي نسختها الأولى شارك 120 شابا من 28 دولة إفريقية، بينما شهدت النسخة الثانية مشاركة 150 شابا من 41 دولة. جاءت النسخة الثالثة تحت شعار تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز، شعار حمل في طيته رسائل ودلالات. مبادرة ومنحة الرئيس جمال عبد الناصر هي معنى ومدلول فكر فيه الشباب في الحقيقة. النسخة الثالثة نسخة تم تطويرها بشكل كبير جدا وهي ملامح قوة ناعمة كبرى. احنا 150 شاب سعداء بهذا التواجد، وهناك محاضرات ويعني ندوات وبانلز وزيارات كثيرة جدا. الملتقى هيخرج 150 سفير
الحقيقة من هذه المنحة في الدول المشتركة. المردود بتاع المنحة احنا بنلمسه خلال تعاملنا مع الشباب، بتبقى الولاد جاية عايزين يعرفوا أكتر مصر، الحضارة الكبيرة اللي فيها، فعشان كده البرنامج بيكون برضو لازم يزوروا أماكن أثرية وسياحية في مصر عشان يتعرفوا على مصر. أنا لي أصحاب كتير من مصر وعندي علاقات كتير فيهن، فشفتهم كلياتهم عم بيعملوا شير لمنحة ناصر وبتكلموا عنها وقدي حيستفيدوا، فسمعت بنصحتهم وقدمت. أول خطوات كان في عنا أبليكيشن الطلب، هو عبارة عن عدة أسئلة بالتدرج، تعريف عنك، شو الهدف. حتى أنا لاحظت كل الأشخاص المشاركين هن ذو أخلاقيات عالية. And we've been learning about how the government system of Egypt works and how we as African youth can interpret our and ideas and whatever we have learned in Egypt in our country Somalia. And I really like to thank His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi for actually giving African youth like myself to be part of this fellowship. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to their security, it is a priority number one to them. It is a really great opportunity for all the people from all over the world to. I feel already absolutely energized with all the people here. You know, you have really great opportunities for discussions. We are really great. اللقاء كان مع مسؤولين كبار من وزارة الخارجية، واللي كان غني جدا بنظريات عن international relations، عن المشاكل الحالية، ونقاشات مهمة جدا وردود على أسئلة كل اليوم ليدز المشاركين. Today I got a chance to visit the Egyptian Parliament here. I did the tour around the parliament and I have been in too many places. It was like a museum of the parliament, then the big hall of parliament, and I have been listening to some speaker. The experience was fruitful and I liked it so much. اللقاء مثمر جدا، حوارات فعالة، مشاركة شبابية من حوالي 70 دولة. الحقيقة سعيد أنا جدا بهذا التفاعل والتواصل مع الشباب، وإن شاء الله يكون يعني بداية تعاون أكبر وأكثر فعالية بين الدول الجنوب جنوب. And I think this program is very useful to promote cooperation among all the various countries, especially the young people who will be the future leaders of tomorrow. And I think it's important that they come together for the NASA Fellowship to make friendship. Today we are here at the Suez Canal Authority. I am so privileged and I feel so honored to be a part of this visit. It has been such a great learning experience and I'm having to find out about how important the Suez Canal is and the essential part it plays in international trade. It has been extremely inspiring. منحة ناصر باش تكون ليا فرصة باش نعرف ثقافة مصر أكثر وأكثر، نعرف ناس من العالم الكل ونشاركوا ثقافات مختلفة. اليوم أنا نحكي معك من وزارة الخارجية المصرية، تعرفنا على آليات العمل في وزارة الخارجية، أيضا العرف والبروتوكولات الدبلوماسية والتنقلات الدبلوماسية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودورها الفاعل في الاتحاد الأفريقي وأيضا في العالم. تشرفنا اليوم بزيارة متحف أو بزيارة أهرامات هنا في الجيزة، وكان الأمس كنا في متحف الحضارة، كان زرنا كذا موميات، تجربة مختلفة تماما لأنني أتيت اليوم مع القادة من قادات العالم، من قادات شباب العالم، حوالي 75 دولة، فشرف لي أن أكون معهم من ضمن هذه المنحة، منحة الناصر. I think I'm gonna benefit by developing my skills, by developing so many knowledge that this is possible only through this type of events. But I'm gonna develop many other opportunities. I am hoping for later work with many of these amazing people that it's here. زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع. لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. رحنا على عدة أماكن،
منها أكاديمية الشرطة ومنها وزارة الخارجية واليوم قناة السويس، ورحنا على الإسكندرية. بصراحة هذه الأماكن ما ممكن أنت كسائح أنك تشوفها، بس منحة ناصر قدمتنا هذه الفرصة لأن احنا ممكن نتعرف على هالشيء، ونحن راح ننقل هذه التجربة المصرية اللي بصراحة أبهرتنا. احنا الشباب قادرين نعدي المستحيل، غير حلمنا وبلادنا لا ملناش بديل. وقت البنا مفهوش انا دايما نكمل بعضنا، لينا ببلادنا طريق طويل علشان نرد لها الجميل. وتحيا مصر كل وقت وكل جيل، من يومها شايلة الحمل مهما يكون تقيل. لاخواتها بتكون السند وبتدي خير مالوش عدد، هي الكبيرة في كل شيء، هي الوطن هي الدليل. استقبلت أكاديمية الشرطة أمس وفد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة للاطلاع على مرافق وكيانات الأكاديمية ومنظومة إعداد رجال الشرطة على المستويين المحلي والدولي، ده في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن. رجال الشرطة مع قضاة مصر شركاء في تطبيق وإنفاذ القانون لضمان العدالة الناجزة وتحقيق الأمن والاستقرار. من هنا تأتي أهمية التواصل والتعاون بين الجانبين، والذي بدا واضحا هنا في استقبال أكاديمية الشرطة لوفد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة. زيارة بدأت بالتعرف على أنشطة وكيانات الأكاديمية من خلال عرض فيلم تسجيلي يوضح ذلك، فضلا عن التعرف على آليات اختيار طلبة كليات الشرطة. في إطار التعاون المشترك والدائم والمستمر بين مجلس الدولة وبين وزارة الداخلية لتحقيق مزيد من التكامل والتعاون ومشاركة الرؤى وتبادل المعلومات والاطلاع على آخر مستجدات الأداء والتقييم في المجالات المشتركة بين مجلس الدولة وبين أكاديمية الشرطة. أعقب ذلك جولة قام بها القضاة لمرافق الأكاديمية المتنوعة، شملت مركز بحوث الشرطة وإمكاناته التعليمية والتدريبية لتدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية والشقيقة، وكلية الدراسات العليا، حيث تعرفوا على دورها في إعداد وتأهيل ضباط الوزارة للحصول على الدرجات العلمية العليا. وانتقل الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي أنشأته وزارة الداخلية مؤخراً للمساهمة في تدريب الكوادر الأمنية المحلية والأجنبية المشاركة في عمليات حفظ السلام. أكاديمية الشرطة طبعاً دايماً ليها الدور الأهم والرائد في إعداد الضابط والشخصية المسؤولة عن حفظ السلم والأمان في البلد. اتفرجنا على مقاطع مختلفة للتدريبات اللي بيمر بيها ضباط الشرطة في الأقسام المختلفة، وقدرنا احنا نتعرف على دور الأكاديمية المحلي والدولي والأسس التعاون اللي بتتم بينها وبين الدول المختلفة وخاصة الدول الأفريقية. شاهد القضاء والقاضيات بعد ذلك وخلال جولة مفتوحة داخل الأكاديمية جانبا من التدريبات العملية التي يؤديها طلاب كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة، والتي تسهم في رفع درجة استعدادهم القتالي والبدني ما يؤهلهم لأداء رسالة الأمن بكفاءة وفاعلية. في خلال زيارتنا الميدانية اللي تمت اليوم طبعا لمسنا التطور التكنولوجي في تدريب طلبة كليات الشرطة، وده كان ملموس جدا في المواضيع العلمية اللي تم عرضها علينا أو مختلف التدريبات اللي احنا لمسناها النهاردة. كل اللي بيتم في كلية الشرطة ده صرح عالمي، مش هنقدر نقول عليه حتى صرح مصري، بس بيتم على أعلى المستويات الأنشطة والمهارات اللي بيتم الطالب ان هو بياخدها. لفت نظري برضو المكتبة الرقمية والتطور الهائل اللي حاصل فيها، مجموعة الكتب اللي تم عرضها والأبحاث ورسائل الدكتوراه اللي موجودة بالأكاديمية، طبعا قاعات التدريب شفناها مبهرة. كما تفقدوا ميادين التدريب الفني الأمني على أعمال التخصص الوظيفي. وانتقل الوفد بعد ذلك إلى مشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
تنظيم أكثر من رائع، عروض متميزة، تطور مستمر في أكاديمية الشرطة من أجل بناء جيل قوي. ما شاهده الوفد يؤكد على إمكانات متميزة تتمتع بها أكاديمية الشرطة، تسهم في تخريج ضابط شرطة عصري مميز علمياً وأمنياً وتدريبياً، مؤهلاً لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وبالنسبة لجولة المحافظات، معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ضخ 30 مليون جنيه استثمارات في قطاع الطب البيطري في محافظة المنوفية، منها أيضا إنشاء مركز إقليمي لحماية التراث الأوروبي المتوسطي في محافظة الأسكندرية، ومنها إعادة إعمار 30 منزل في قرية الفارسية في إسنا بمحافظة الأقصر ضمن مشروع حياة كريمة، وأخبار تانية من محافظات أخرى. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح. البداية من المنوفية اللي تم فيها الإعلان عن إن جملة الاستثمارات اللي ضختها الدولة في قطاع الطب البيطري بالمحافظة وصلت ل 30 مليون جنيه في الفترة من 2014 ولحد 2022، وده من خلال إنشاء وتطوير عدد من المجازر في شبين وقرى مليج وهورين والبتنون. امبارح أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج إنه تم إدراج الجامعة ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي في العراق، وده لإفاد طلاب عراقيين للدراسة فيها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة، وده في إطار جهود الجامعة في دعم مبادرة إدرس في مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الإسكندرية قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية إنه بيتم العمل دلوقتي على إنشاء المركز الإقليمي لحماية وتعزيز التراث الأوروبي المتوسطي غير المادي، المركز ده هينضم للمراكز المعتمدة من اليونسكو. في الشرقية قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمي قدمت في يومها الرابع الخدمة الطبية ل 11496 منتفعة بالمحافظة، وبتتضمن خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والبطنة والأطفال، وخلال الأربع أيام اللي فاتوا الحملة قدمت الخدمة ل 45000 سيدة. في الأقصر تم البدء في إعادة إعمار 30 منزل في قرية الفارسية بمركز إسنا، وده ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وقال محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر إن المبادرة بتعمل على توحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً.